أعظم ما أخبر الله جل وعلا عباده عنه أنه جل ذكره وتبارك اسمه لا إله معه. هذا هذا أجل اليقينيات، قال ربنا أإله مع الله، وقال ربنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ربنا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.